عسى ينصرف العام وينصرف عنا البلايا والهموم والغموم والشدائد والمصائب وعن أمة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ويختم لنا بخير، ونحمد على ما آتانا فيه من النعم، ونستغفره لما عملنا فيه من التقصيرات والسيئات والخطيئات ظاهرا وباطنا، فاغفرها يا خير الغافرين، وما وفقت له من الخير أثبته لنا عندك وضاعفه إلى ما لا نهاية، والعام المقبل وفقنا فيه، وأطلنا الأعمار فيما ترتضيه، وأدخلنا في دوائر من تقربه وتدنيه وترفعه وتعليه، ممن أنصت إلى خطابك بلسان سيد أحبابك، فتأدب بالآداب، ففتحت له الأبواب، ووسعت له الرحاب، وصببت عليه من العطاء المنساب، بثجاج شاهدي هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، ذلكم جود الكريم الوهاب جل جلاله.